أحب أكلمكم عن تخدير سحب البويضات. هو تخدير عام يعطى بالوريد، جرعة مخففة ما بتبقيش حاسة بحاجة، بس ممكن تبقي سمعاني وأنا بكلمك أحيانا. هو اختياري، بس أفضل تاخدي تخدير عشان بيرخيكي وبيساعد الجراح في الشغل. هتصومي 8 ساعات عن الأكل والشرب، بعد العملية هتروحي الإفاقة تقعدي فيها حوالي نص ساعة، وبعد كده يرجع بالتدريج. لو في ألم لوعة أي شيء بندي علاج. بعد كده بتروحي الغرفة، الممرضة بتساعدك في المشي والاتزان ودخول الحمام وتجيب لك أكل وشرب. أمورك تمام، بتروحي، بس باقي اليوم مفيش سواقة عربية ولا ماشي في الشارع لوحدك ولا مولات ولا أي شيء. تاني يوم إن شاء الله سوقي وداومي وعيشي حياتك عادي. وألف سلامة.